السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأوفياء. فيديو جديد اليوم. الحمد لله جاءت الأمطار، شوفوا حتى الطقس سحب، جاءت أمطار طوفانية وفقط أتعبت الدجاج، دخل الماء، وكما تعلمون الفرشة فيها نشارة الخشب، فدخل الماء إلى داخل القفص يعني، وصار منظر صيصان مبللة. كانت أمطار غزيرة في الليل، فالحمد لله قمت بجلب شيء لتغطية، ولأول حاجة العزل الحراري، لأن حتى في بعض الصيصان تأثرت من البرودة، بدأت انتفاخ في العين، فاضطررت لأن أعطيهم مضاد حيوي، وأيضا نحتاجه أيضا للعزل الحراري، ونحتاجه أيضا للعزل على الأمطار. كما ترون هذا الأطفال يلعبون ما شاء الله، كما ترون هذا اشتريته، في منه أنواع. أنا اشتريت طول، لأن القفص متاعي طوله 2 متر على 2 متر، اشتريت 4 متر على 3 متر ب 20 ريال، يعني حوالي 4 دولارات كذا، يعني حوالي 4 دولارات تقريبا، سعره جيد. هذا يستخدم لتغطية السيارات، بلاستيك تشوفوا، وأسود يسحب الحرارة حتى يدفيهم في الشتاء، وفي الثقوب هذه قمت بربطه في الجوانب، وتركت فقط مدخل باب. هاو كما ترون ما شاء الله عاجل، صقلتها من فوق وربطتها في كل جوانب حتى تنظيف له هنا، يعني ركبتها البارح من الليل. هاو كما ترون نزلت حتى الأمطار، فبقت الفرشة جافة، هاو الدجاج ما شاء الله في قنه جاف ما شاء الله. إذا هذا حبيت نشارك معكم يعني المعلومات. ممكن تشتروا هذا، ممكن تشتروا حتى ما يسمى بالباش النايلون هذا، يعني أهم شيء تعزلوهم، لأن أنا عزلهم من فوق، كنت عامل لهم نفس هذا العزل الحراري، لكن تركيب الركبة بالطريقة هذه يعني فيه ثقوب، فأصبح يقطر الماء وأصبح يدخل لهم الماء، فاضطررت نعمل لهم هذا، وكان جيد جدا حقيقة. يعني صباحا وشفت الأرضية ما شاء الله، شوفوا الأرضية معي جافة، صيصان تنتظر فطورها والأرضية جافة، ما شاء الله جبت لهم الفطور سوف أعطيهم. أضيع علف دجاج بياض وخلطته، فيه خليط أيضا ثاني، في بعض الذرة، في بعض العلف المركب خاصة من حبوب فول الصويا. هذه نعطيهم، هذه وجبة دائما، وجبة صباحية، لكن اليوم سأضطر نعطيهم يعني وجبة صباحية ومسائية في نفس الوقت لأني أعمل اليوم، فأعطيهم هذه الوجبة، يأكلوا بقايا فضلات البيت كما ترون، بقايا خضار على مرق على خبز على كذا، فأعطيهم هذه الوجبة. هذايا بالنسبة للسمان، وهذايا بالنسبة لهذا العلف، بالنسبة للحمام البياض أيضا أغلبه نعطيهم العلف هذا، الذرة وحبوب اليقطين وعلف مركب من فول الصويا إلى آخره، وأعطيهم فيه نسبة من هذا العلف البياض، كوب من هذا العلف البياض. هاي تشوف الأرنب الصغيرة ما شاء الله بدأت تطلع تأكل بقايا الخضار، تشوفوا ما شاء الله هذوما الحمامات، هنم أولادهم ما شاء الله بدأوا يكبرون كما ترون هناك، تنوريكم بعد شوي الأولاد. هذايا بالنسبة لي نعطوه للسمان، هذوما السمان ما شاء الله، هذا القطيع الجديد، الذكر عزلته الذكر القديم لأنه يضرب فيهم. هذايا القطيع وما شاء الله في صحة جيدة، أوه ما شاء الله هاو باظ كما ترون، هذه بيضة ما شاء الله، وهذه بيضة أخرى، أوه ما شاء الله بدأ يبيض القطيع. القطيع القديم يعني أيست منه، كان في أنثى واحدة تبيض تقريبا 8 سمانات، أنثى واحدة تبيض، وكان صراعات وعدة ذكور فتخلصت منه، فيه اللي مات وفيه اللي بقى تخلصت منه، بقى ذكر منهم واحد جيد هو، لكن كان يقاتل هذا الذكر الصغير ويقاتل حتى الإناث، فوضعته هنا في قفص مع الأرانب إلى أن أرى له حله. ما شاء الله هذا بيض السمان يعني بعض اليوم ما شاء الله، عنده بيضات. امسك ياسين، لا تكسرها، انتبه حتى لا تكسرها، تعال امسك انت واحد، تعال الأطفال يريدون مسك البيض، امسك واحد انتبه حتى لا تكسره، فأعطيهم ما بقي عندهم قليلا من بقايا الأكل من يوم أمس، شوي قمح، وأعطيهم علف البياض جيد جدا لهم، علف لأنه فيه غذاء متوازن، أعملهم فرشة أيضا وأغطيهم حتى السمان، أترك لهم منفذ صغير وأغطيهم على البرد، في فيديوهات سابقة ممكن تتابعوا كيفاش قمنا عملهم عازل من هنا ومن هذا الجانب، وفقط عندهم الفوق ايضا نغطيهم، اترك لهم مجال صغير للاناره فقط. ما شاء الله الحمد لله، الله يبارك فيهم، هذا مقطع جديد يعني اشتريتهم من اسبوع، ان شاء الله هم جيدين. شوفوا الذكر هذا صغير لكن لونه صدره احمر، جاني افضل من الذكر اللي عندي، هذا الذكر اللي عندي هو ممكن هنا تشوفوه، هو مختبئ وراء الصندوق،
جيد هو لكنه يقاتل في هذم، فأظن أنه لا يتعايش أكثر من ذكر مثل الدياكة في أكثر من ذكر. هذا القطيع يعني أتعب ذكر الحمام، تشوفوا بعضه هناك بيضتين، لكن ذكر الحمام الأبيض هذا هو الفراخة هذوم مسيطر على الأربع عشاش لا يترك، يعني بعضة ما خلوهمش ترقد على البيض بدأت هنا يتحاب تحول هنا. فإن شاء الله عندي إجازة مستقبلية ما عرفتش يعني أعملهم هذوم يعني الأنابيب، عفوا عبوات الماء النائمة، ما يعني حتى واقف عملت فيها أبواب فلم يحبذوا البيض فيها. بعضت هذه الأنثى الزرقاء مرة هنا وهجرت البيض، وهذه مرة ثانية مرة تبيض هنا. سأصنع لهم صناديق خشبية لكن سأبعدها على ذلك لأنها ذكرها ذكا سيطر مرة. ها هنا ذكر السمان اللي قلت لكم عليه وضع هناك في القفص مع الأرانب. ها باش نعطي للحمام أيضا وجبته اليومية، نعطي للحمام هذه الوجبة اليومية. هذا الحمام، شوف الحمام البلجيكي ما شاء الله جميل. عندي زوج لكن ظننت هذيك أنثى، وهذا الذكر، هذا متأكد أنه ذكر 100%، لكن هذه لا أعلم هل هي أنثى ولا. مقارنة يدل على أنها أنثى لكن وضعتهم مع بعض بقوة، تعاركوا في قفص ما حبوش يتزوجوا. تنشوفوا المحل هذا ما شاء الله تزوجوا، وبيكون اشتريت الأنثى أول ثم اشتريت الذكر تزوجوا ما شاء الله. هذم اثنين بجنبهم، الأنثى الفرنسية البيضاء مع هذا ذكر تزوجت، هذا باقي لم يتزوج ستخلص منها أيضا ذكر كبير باكستاني، وهذه الأنثى جميلة لكن لم تتزوج ستخلص منها. هذه أنثى هندية، هذه أنثى هندية يعني عندي وضع بيض هاو في هنا، هذا ذكرها حاضر هنا، وهذا يفرخ فرنسي ابن هذا الزوج، ولد عندي هو أخوها، أخوها كلوا الدجاج قبل ما أعزل الدجاج في قفص لحالهم، هو أبقى هو جميل مش عارف هل هو أنثى أو ذكر لكني أحتفظ به. تشوف الأرانب الصغار، الأرانب يعني ما شاء الله عجبهم المكان. سوف أعطي للحمام الأكل، هي بقايا غبار ينقرها حتى السمان، و حتى الساقط سوف يأكلونها عادي لأني يعني أصور بيد، لذلك لم يسكبه جيدا. الساقط سيأكلونه الأرانب ويأكلوا حتى الحمام. هاو كما ترون هذا صندوق الأرانب، شوف الأرانب بتدفي في بعض، الفروخ والأرنب السوداء كلهم ما شاء الله هنا، عملهم نشارة الخشب يعني عجبهم البيت، فحتى البيوت هذه معاش يجلسوا فيها كثيرا أصبحوا يجلسون هناك. سنقوم الآن بإعطاء وجبة الدجاج، أقفل هذا فقط، ما وردكمش الفراخ، سأوريكم الفراخ لونها جميل جدا. هذا أبوهم الذكر الأبيض الفرنسي، وهذه أمهم البنية، شوفوا هذا أخوهم من العش الماضي جاء فرنسي أبيض بالكامل، شوفوا هم الآن ما اللون اللي فيه، شوفوا ما شاء الله لون جاي على بني على رمادي على جميلين جدا ما شاء الله، الله يطرح فيهم البركة. بين هذا ذكر وهذه أنثى من الحجم، والله أعلم. شوف كيف يحاول يدافع على نفسه، هذا ما شاء الله هذا الدجاج صار بطعم هذا البيض اليوم، حصير البيض سنقطف هذا البيض ما شاء الله، ما شاء الله يأكلوا في بقايا أكل البيت. حصير البيض اليوم ما شاء الله، أشوف أصبح المكان جاف، قمنا بتغطيته تماما أصبح جاف، عم يتنافسوا صرصان الدجاجات على بقايا أكل البيت. هذا ما شاء الله حصيلة البيض اليومي ما شاء الله، هذا صوت السمان لمن لا يعرف، صوت السمان هذا أنا موجود هناك هاوين مع في قفص الأرانب. ذكر السمان عزلته يضرب في السمانات الآخرين، أي صوته هو ما شاء الله يأكلوا في بقايا الأكل. ونعطيهم العلف هنا في العلفات، نغير لهم الماء أيضا. بابا انتظر يوسف قليلا. إذا متابعينا الأوفياء هذا كان فيديو يعني على حل الأمطار، وفيديو دوري لإطعام الحيوانات في السطح. نأمل منكم الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وترك تعليقاتكم لنستفيد منها أكثر في تربية الحيوانات في السطح. شكرا جزيلا لكم.